احسن اغنيه في 2020. مرحبا بكم على قناه خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على الاغنيه ديال الرقم 5 اللي بزاف طلبوها ليا في لي كومونتير ولا في لي ميساج، قالوا لي علاش ما اختاريتيش رقم 5. جينا اليوم نسمعوها مجموعين. صراحه خرجت كنقلب على التوني ديال قنيط رباش، غادي ندير بها هاد لي فيديو الجايين. كل ما هضرت على فريق ما كرهتش اني كو فريق هضرت عليه انني لبس القميص ديالو. للاسف في الاسواق ديالنا هنا ما كاينش التوني ديال قنيط، ولبس دابا ديال الرجاء اللي قريب شويه ديال قنيط. المهم نبداو الاغنيه. شوف موسيقى كالعاده، موسيقى واعره. كنتمنوا الكلمات يكونوا واعرين في هذه الاغنيه. اول مره غادي نسمع عليه. الناس سمعتهم كاملين رقم 5 ما سمعتهاش بزاف. نسمعوا هذا مزيان. اذا اغنيه تيقو بيا اللي قلت لكم ان ما نسمح فيك مازال الناس كيسمعوها، ياك ما نسمح فيك فيها كلمات اللي قاصحي شويه، وهذه من البداية انها قاصحه جايه باش جاي. قارونا بالهضره، قارونا بول كريس، مواطن في حصره والسيستيم باراليزي. زهري ما لقيت ليه كراك. كيعالجوا المشاكل ديال الشباب. ها هما الالتراس، ها هما الاغاني اللي. هكا بغتنا الحكومة، حياتنا خاصها هذه الباناج. تحية لقنيطرة. اش بالكم في الكلمات؟ اش بالكم؟ واش هادو ما نقدروش نسميوهم فنانه لا في الموسيقى لا في الكلمات؟ شوفي كيضربوا زعما المشاكل اللي كيعيشها الشباب المغربي. ماشي غير حلاله، ماشي غير قنيطه، هذه يسمعها اي شاب مغربي يحس بها، لان داك المعاناه ديال الخدمه ما كايناش، ديال الشوماج، ديال اللوبيات اللي في البلاد ديال. خليوني ساكت. صحافه ماجوره نورمال توسخ المدار. كلامي جاهم مسموم. صراحه شحال واحد ما غاديش يعجبو هاد الكلمات الا كان من اللوبيات، لانهم ضربوا البلاصه اللي كضر اي شاب مغربي، ديال الخدمه ما كايناش، ديال الشوماج، ديال اللوبيات، ديال
الصراحه هاد المواضيع قاصح انك تهضر عليهم. نسمعوا التعليق لكم. كيف البارح كيف اليوم، نزيد نكبر تزيد الهموم. احسن اغنيه في 2020 الصراحه راه عليها بزاف، صيفطوا لي مساج كيقول لي شوف رقم 5، شوف الاغنيه رقم 5. مشيت ليها دابا لقيتها كيفاش دزت، لان راه تفرجت سمعت الالبوم كامل، كيفاش انني دزت هذه الاغنيه بلا ما نشعر زعما انها من احسن الاغاني. المهم غادي نرجعوا دابا، شوف هادشي اللي فات راه كنطلق الاغنيه بالصوت الحقيقي ديالها، دابا غادي نطلق من الصوت عندي هنا، واخا غادي يكون شويه ما بينش الكلمات ولكنني خصنا نعاودو، ضروري نعاودوها، ما عندي ما ندير لكم. احسن الكلمات، اسمع مزيان وتمع كلمات زعما موضوع قاصح انني نهضر عليه، ما غاديش نهضر عليه، مشيت نهضر غادي نتعمق عاود نزقو في شي مشاكل. المهم اغنيه ما خلات لي ما كل شيء قالو، حنا غير كنسمعو دابا ونستمتعو بها. أغنية زعما ما كيف البارح كيف اليوم، زيد نكبر زيد الهموم، كيف البارح كيف اليوم.
يعجز اللسان عن قول اي شيء. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.